الله معكم. اليوم بدنا نحكي عن سمكة اللقس. بهاي البراد في لقس صح، بس هو بالحقيقة في أربع أنواع لقس بهذا البراد. تعالوا نشوف شو عندنا. عنا هيدي السمكة هي بسموها لقس ريدي، ريدي بيقولوا لها، لكن بيجي راسها مطول مروس مثل العصفور. بتجي في عنا هون سمكة الحفش، هيدي سمكة الحفش. في عنا هون زبير، زبير بتجي فيه في بقلبها أصفر، يسموها زبيرة بيقولوا لها. أما هيدي السمكة الطيبة اللي هي سمكة رملية، هول كلهم صخرة وهيدي سمكة رملية. شفت لكم كيف الرملية بتجي؟ بتجي بيضة أكتر، بيجي بقلبها هيك نقط. وشو أطيب سمكة فيهم؟